شو هالكبارة اللي انصعبتيه علي يا أميرة؟ يا ريته كان هون كان صورنا. بس نخلص بيعمل معنا مقابلة حصرية وبيسألنا شو حسينا من بعدها. طفي أميرة شو عم تعملي؟ قلت لك طفي. لك طفيه مثل ما بدك ميرا. بدك اياه بصير بس شيل الفرد من ايدك، لانه اول وحده ما صابت يمكن الثانيه تصيب حتى لو بالغلط. معك حق، انا مثلك ما لازم نموت بالغلط، لازم ينقتل عمدا. حرام تموت برصاصه طايشه. ميرا مشان الله حطي حالك محل، ما كنت بتتحملي اللي صار معي. بشو قصرت معك؟ من اول ما جيت على لبنان خبريني بشو قصرت معك، ما تركت شيء ما جبت لك اياه، ما قصرت معك بشيء. فكرك ما كنت عارف انه ما بتحبيني؟ كنت حاسس بس كنت قبلان باللي عم تعطيني اياه، وبس بطلتي تعطيني اياه جنيت طق راسي، ما تحملت. ولما رديتي لي الاغراض حسستيني انه انا مثله شقفه غرض. ما انت هيك، وكنت عارف هالشيء ووافقت. إن شاء الله كنت مفكرة إنه أنا بحبك يعني. اللي صار بيني وبينك عمري ما اعتبرته حب، ولا حتى علاقة عابرة. اللي صار بيني وبينك صفقة. وقت كنت مفكرة فيه إنه السعادة هي بالمظاهر. أعطيتك حالي. وقبلت تدفع لي شوية إكسسوارات. ليه حاسس حالك إنك خسران بهالصفقة؟ ليه جاي لهون عم بتخوفني وتهددني وتزلني؟ ليه؟ لأني رجال. ما فشرت تكون رجال. انت كبيرك تكون ذكر. شفت هاي المرة اللي عم تبكي هون؟ بتوزع رجولية على 1000 واحد مثلك. ما تزعل، توزع ونوسي على 100 وحدة مثلي. طلعنا برا. بس قبل ما تظهر بدي اقول لك شغله. انت فيك تظهر من هون وتبلغ البوليس، وفيك تعطيني فرصه لبكره الصبح تضب اغراضي وروح من البيت اللي انت مستاجر لي اياه. وهون بتعرف شو الفرق بين انك تكون ذكر او تكون رجال اللي طول عمرك بتحلم انك تكونه. اطلع برا، قوم اطلع لبرا.